غادي ناخذ واحد الكيك بالفرماج. عندنا أربعة ديال البيضات، كاس إلى ربع ديال الزيت، كاس ديال الحليب دافي، معلقة كبيرة ديال الكاسوناد، معلقة صغيرة ديال الفاني، من الأحسن تاخذوا الفاني بودر. ناخذوا 100 غرام ديال الجبلي. ايه الجبن هكا في العلب. الجبن في العلب. ناخذوا 3 ديال الفرماجات مثلتين. جوج كيسان ونص ديال الدقيق. جوج خمارات ونص. وكاس ديال الماء دافي. ايه. كناخذوا الأربعة البيضات كنديروهم في الطراب ديالنا. كنطربوهم مزيان، كنزيد عليهم الكاسونال. كنزيدو عليهم الزيت. وكاس ديال الحليب الدافي والفاني والجبن والفروماج والدقيق كنخلطوه مع الخمارات. وكاس ديال الماء دافي وكنخلطو الخليط كامل وكنديرو. إذا سمحتي مريم، كاس ديال الماء دافي نديرو هو الاخر حتى كنديرو الطحين والخمارات؟ لا قبل. لا قبل. قبل من الطحين والخمارات. ملي نخلطوا داك البيض مع الحليب يعني وما تبقى يتخلط مزيان، وعاد نضيفوا كاس ديال الماء، وعاد في اخر مرحله الطحين مع جوج خمارات. مع جوج خمارات. اييه. وكندوزوا هذا كنديروه في المول اللي بغينا، انا في المول اوفال. اييه. كنديروه في المول ديالنا يكون مدهون بالزبده والدقيق. كندوزوا الكرانبل هو اللي غادي نديروه في الزينه من الفوق مع الفران. اييه. كناخذوا واحد 150 غرام ديال لوسي فيلي. 80 غرام ديال كاسوناد، 80 غرام ديال الزبده تكون بوماد، و 60 غرام ديال الكوك، وجوج معالق كبار ديال الفورس، وقريصه ديال المليحه. كناخذوا الدقيق، نزيدوا ليه الزبده، نزيدوا عليه الكاسوناد، نزيدوا عليه الكوك. واللوز الفيلي بحال هذا الخليط بحال كنحربلوه بيدينا. اييه بحال نرملوه. اييه. مرمل. وكنديروه فوق من الكيك ديالنا وهو خضر. اييه. كندخلوه للفرن، كنشعلوا عليه من التحت، واللي عنده الفران ديال الدور راه كيشعل عليه من الفوق والتحت. هاد الكيك كيجي غزال بزاف. اييه. ومنين كنخرجوه من الفران النص ديالو كنزينوه بالسكر كلاصي وزين على حسب الاختيار. فعلا الله يعطيك الصحة.